رانا في خطر، والله غير رانا في خطر. يا المسؤولين الوالا ما صمتوناش، نطلبوا منك سيد الوالي دير لنا حل. بضياف ربي دير لنا حل، رانا عشرين نفس هنا في هذا الدار. هي استغاثة عدد من العائلات بمنطقة ياط ببلدية توسنينة بتيارت بعدما حاصرتهم سيول الأمطار التي تصب هنا عبر عديد الشعاب والوديان. رانا كل عام ثلاث مرات ربعة وين ما يجي الواد يدخل علينا في السكنة الداخل. كي حمل كيما هكا يجونا لي بومبي، دوك كنت تقعدوا دوك شويه يجوا لي بومبي. المطلب تاعنا قلنا لهم يا ودي رحلونا، ما عندناش، عندنا نص قطار ما عندناش وين نتنقلوا نبنوا. يقولوا لنا ساهل ساهل، كي يجوا سكاني يعطوهم يقسموهم، كي نروحوا لهم يقولنا والله لنسيناكم. يا ودي كيفاه تنساني انا بديني واد وتنساني؟ وين ما يجي الواد يدينا، وين ما يجي الواد يدينا. رانا اولادنا رانا مرحلين، رانا عاطينهم الواحد لهيه، دوك يجي الواد نطلع اولادنا لهيه. راك شو الامور كي راها صارينا. فلا زال العديد من السكان يقطنون بضفاف الوديان والتي أصبحت تمثل خطورة على حياتهم في كل مناسبة تتساقط فيها الأمطار بغزارة. هاي رانا ساكنين هنا في وسط واد، وين تقطع دوك ما عندكش وين تقطع تروح لداركم. نقولوا في بلاصة خطيرة، سمعتني موقع خطير هذا اللي رانا فيه هنا، يا قادر وين ما الواد يجي عندنا هنا يدخل. السخنة كيما راهي قادر يكون يجي الواد قوي بزاف يديها. حتى تشوف السخنه كيما راهي الواد داير عليها، هاك داير عليها راهي في موقف في وسط الواد. يقطع لينا طريق ما كاش، مين تتحرك ما كاش، في الدار تدخل ما تصبر ما تطيش، ما عندكش وين ترقد، ما عندكش تبات حي. نهار اللي يجي الواد تبات حي، باتوا حيين للصباح. السنوات الاخيره من الجفاف كشفت خطر السكن بمحاذاه الوديان في وقت لا زالت عوامل الحماية من الفيضانات منقوصة بعديد البلديات رغم كل مجهودات الدولة خلال السنوات الماضية.